أهلا بكم إلى نشرة الجمعة من تلفزيون رشاد، وفيها تتابعون: نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية تشكو انتهاكات حقوق الإنسان وتهدد بالاحتجاج. حزب العمال الاشتراكي ينتقد مشاورات تعديل الدستور ويطالب بإصلاح فعلي. دعوات لإفطار جماعي في تيزي وزو ردا على انتهاك حرمة رمضان. وفي النشرة أيضا تتابعون: جمعية حماية المستهلك تناشد السلطات التدخل لمنع زيادات في الأسعار. وعائدات الخزينة العمومية من الجباية البترولية في تراجع وسط استنزاف مستمر لصندوق ضبط الموارد. نددت إذن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، نددت بممارسات عدد من مدراء التربية في عدة ولايات بينها تيبازا ووهران وسكيكدا، متهمة إياهم بالتعدي على حقوق العمال بالضرب المبرح والتحرش الجنسي وتلفيق التهم الباطلة للعمال وإحالتهم على مراكز الشرطة والعدالة. وهددت النقابة في بيان لها بتنظيم وقفات احتجاجية إن لم توقف وزارة التربية الوطنية ما سمتها مهازل بعض مدراء التربية بسبب انتهاكهم للقانون والتعدي الجسدي والتحرش الجنسي وغيرها من التجاوزات. وأبدت النقابة أسفها من عدم معالجة المشاكل والمطالب الضرورية، على رأسها توفير أدنى شروط العمل النقابي أي المقرات. وتتعرض النقابة إلى انتهاك للحريات النقابية في حق المناضلين، إضافة إلى التمييز بين العمال على أساس الانتماء النقابي. النقابة اشتكت أيضا تجاوزات مدراء التربية الذين استولوا على السكنات الوظيفية بطرق غير قانونية، وصفة ذلك بالثراء غير المشروع. وأضافت أن ذلك يتناقض ومبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين المعنيين بالسكنات الوظيفية، مشددة على ضرورة حماية السكن الوظيفي من الضياع والاستيلاء غير القانوني. انتقد حزب العمال الاشتراكي المشاورات الجارية حول الدستور قائلا إنها لا تتناول القضايا الأساسية التي تشغل الجماهير الشعبية يوميا، ولا تشمل اقتراحات تخص تحسين الحقوق الاجتماعية مثل السكن والعمل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية. وأضاف الحزب أن هذه المشاورات تجري في جلسات سرية في مكتب الرئاسة دون أي نقاش عام حر ونزيه. وأردف أن المشاورات تقصي مرة أخرى الشعب الجزائري من النقاش بخصوص وضع دستوره، وتنتهك سيادته عبر مشاورات لم يستدعى إليها. ودعا الحزب إلى وضع برنامج استعجال ديمقراطي واجتماعي كشرط أساسي لإحراز أي تقدم على مستوى الشرعية السياسية لمؤسسة الدولة والممارسة الفعلية للشعب الجزائري لسيادته السياسية والاقتصادية. حزب العمال الاشتراكي انتقد ما سماها الإشارة الشكلية إلى ملف مكافحة الفساد الذي يستنزف الاقتصاد الوطني، موضحا أن التعديلات لا تقترح أي أحكام فعلية لحماية الملكية العامة. وطلب الحزب بضرورة رفع القيود التشريعية والتنظيمية بصفة عاجلة عن حريات التنظيم الجمعوي الحزبي أو النقابي وحريات التعبير والتظاهر والإضراب. دعا مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريين إلى المشاركة في إفطار جماعي رفقة سكان تيزي وزو اليوم الجمعة، وإقامة صلاة جماعية بساحة الزيتونة وسط المدينة. وتأتي هذه الدعوة بعد أن أقدمت مجموعة من الأشخاص بانتهاك حرمة رمضان نهارا جهارا في مدينة تيزي وزو يوم أمس، وهو ما اعتبره كثيرون استفزازا وتحديا لمشاعر الشعب الجزائري. دعت جمعية حماية المستهلك السلطات إلى التدخل لمنع أي زيادات خارج القانون، احتراما لسيادة القانون وحماية لمستوى معيشة المستهلك. وشددت الجمعية على إعادة فتح ملف الأسعار ودراسته بشكل موضوعي. يأتي ذلك بعد أن بلغ فارق الأسعار المقننة والأسعار المعمول بها مستوى قياسيا، إذ يبلغ سعر قنطار السميد العادي مثلا في سوق التجزئة 4600 دينار،
في حين أن السعر المقنن لا يتعدى 3560 دينار، بينما عجزت الحكومة عن فرض قوانين تحدد أسعار المواد الأساسية كانت قد سنتها منذ سنوات، خاصة السميد والخبز وحليب الأكياس البلاستيكية. وترى جمعية حماية المستهلك أن الحل يوجد بيد السلطات العمومية وحدها من خلال جلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع ويحمي مصالح المستهلك. سجلت عائدات الخزينة العمومية من الجباية البترولية تراجعاً إلى 1241 مليار دينار، أي 15 مليار ونصف مليار دولار خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، مقارنة ب 1546 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولم يسجل أي ادخار للجباية البترولية في صندوق ضبط الإيرادات إلى غاية نهاية أبريل الماضي، رغم توقعات بادخار ما قيمته 2023 مليار دينار في صندوق ضبط الإيرادات سنة 2014، ذلك أن العائدات الجبائية من النفط والغاز وجهت كاملة لتمويل ميزانية الدولة. وبالنسبة للجباية العادية خارج قطاع المحروقات فقد بلغت 703 ملايير دينار خلال الرباعي الأول من العام، وبهذا بلغت قيمة الجباية الإجمالية الموجهة لتمويل ميزانية الدولة خلال أربعة أشهر 1945 مليار دينار، في حين وصلت نفقات الميزانية 2439 مليار دينار، وهو ما تسبب في عجز للخزينة العمومية ب 623 مليار دينار يتم تغطيته من احتياطي صندوق ضبط الموارد الذي أنشئ أصلا لادخار مداخيل المحروقات للأجيال القادمة. في ختام النشرة نتقدم بأسمى عبارات تهاني للشعب الجزائري في الذكرى 52 لاستقلال الجزائر، ونستعرض الآن مختارات كاريكاتير اليوم من مختلف الصحف الوطنية. لا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت rashad.tv لمشاهدة البث الحي للقناة ومتابعة البرامج المسجلة. تفضلوا أيضا بزيارة صفحتنا على فيسبوك ومراسلتنا عبر بريد القناة بصور الأحداث من حولكم، كذا باقتراحاتكم ودعمكم الحيوي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.